تاخر بزاف. الفيلم تاخر بزاف مؤخرا. تلاقيت مع المخرج حيت مخرج ومخرجه كاين ابراهيم الشكيري وديمنا بنايلات، وسولتها نفس السؤال يعني الفيلم تاخر بزاف، كانوا ظروف عند المخرجه وكذلك كان ظروف عند المونتاج وهذا هو اللي خلاه يتاخر. عمل زوين بزاف صراحه، لان هما شافوا الريزلت فينال عجبهم بزاف وقالوا لي عمل خطير. انا مازال ما شفتش الريزلت ديال المونتاج فينال، ولكن اللي نتمناو ان المسائل ديالهم تيسر وان الامور تحل باش الناس تقدر تشوف الفيلم. صراحه في هذا الوقت ما مستعدش، ولكن بعدا حتى نشوفوا الى خرج الفيلم وديك الساعه غادي نشوفوا بعدا البيبليك غادي يحكم على الاداء في التمثيل واش مزيان، لان باش ما تكونش متطفل وانك تزيد في واحد الحاجه اللي ما عارفلهاش او ما فهمهاش. بالعكس، لان يبقى دائما الكلمه الاخيره تبقى للجمهور. الا كنت فنان وانك تعرف تمثل فالجمهور غادي يحكم عليك وهذا غادي يشجعك على انك تزيد تخوض واحد المغامره اخرى على انك تصور او تمثل فيلم اخر. الا كانت ردود الفعل سلبيه والناس ما عجبهم التمثيل ديالك، فمن الاحسن انك تجبد راسك من التمثيل.